أسأل سؤال أنه هؤلاء ليسوا أهلنا. نعم أخونا يسأل وقد سئلنا وأجبنا أنهم يوهمون ويموهون، هذه عادة المفتونين أهل الضلالة والبدع. قالوا نعم، قالوا نهانا النبي أن ننازع الأمر أهله، وهؤلاء ليسوا أهله، يعني ليسوا أهلا له. رددنا على هذا ونتم للبيان. اسمع أخوانا عاجلة، أهل الشيء في القرآن يلزم منه أن يكونوا جديرين به؟ هم بيقولوا إنه إذا قال النبي أهل الأمر لزم أن يكون أهل الأمر جديرين به، هيك فهموا وهكذا شاغبوا. طيب في القرآن قرأتم عن أهل الكتاب؟ في القرآن أهل الكتاب كثير. طيب أهل الكتاب اليوم أهل الكتاب؟ نعم نعم، مش هيك؟ أهل الكتاب اليوم هم أهل الكتاب، جديرون بالكتاب، ولكن الرب يسميهم أهل الكتاب. أهل جملة النصارى واليهود هم كلهم أهل الكتاب، واضح أخوان؟ فأهل الكتاب لا يلزم أن يكونوا أهلا للكتاب، وهم أهل الكتاب. أهل مكة كما قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، يعني مقيمين في المسجد الحرام. فأهل المسجد الحرام وأهل مكة يلزم أن يكونوا جديرين به؟ أبدا أبدا، فيهم لص وفيهم منافق وفيهم من فيهم، واضح؟ رجل وضيع فاسق له امرأة صالح ذات حسب ونسب، هو زوجها وبعلها وهي أهله وهو أهلها، صحيح ولا لا؟ جدير بها؟ ليس جدير بها. طيب هل لك أن تأخذها وتنزعها منه لأنه ليس لها بأهل؟ إن وضعت يدك عليها غضب الله عليك، ولو أن بعلها قرد، يعني أنا بقصد يعني ساقط، وهي أصلح النساء، ليس لك، عليها أن تصبر وعليك أن تتقي وترجع، ليست لك، حتى يدعها أهلها ووليها. فلما يقول عليه الصلاة والسلام اسمع ألا ننازع الأمر أهله، أهل مكة أخوانا وأهل البيت المقدس من كان ومن هو الآن فيها، صحيح؟ من أهل مكة الآن؟ من هم في مكة من أهلها الآن؟ ومن أهل بيت المقدس؟ من هو الآن في بيت المقدس من أهل بيت المقدس؟ اسمع، ومن أهل الأمر؟ من هم الآن أهلا في الأمر، من هم الآن على الأمر، كما أن أهل مكة من هم الآن في مكة من أهلها، يعني سكانها اللي فيها اللي عليها. طب من أهل الأمر اليوم؟ الذين في الأمر ولو لم يكونوا جديرين حتى يتم البلاغ، ما لم يكفروا كفرا بواحا. وقطعنا طبعا عليهم أن الكفر البواح ليس شنشنة الجهال. أحد الناس قال للقذافي قال لشعبه يا جرذان أليس هذا كفرا بواحا؟ سمعتم مع مين إحنا واقعين؟ قال لي أحدهم لم يحكم بما أنزل الله. قلت له حكمت في كل أمرك بما أنزل الله؟ قال الله ادخلوا في السلم كاف. أبدا، أليسوا يعني جلهم حليقين وقد أمر نبي الله وهذا شرع الله؟ فحلق فلم يحكموا بما أنزل الله، كفروا؟ لا ما كفروا، ولكن السلاطين كفروا. فإذا هو حلق بيقول تقصير، وإذا الأمير حلق بيقول كفر، مش هذا اللي صار أخوان؟ ولكن ختمت لكم لنخرج من هذا، قال عليه الصلاة والسلام، أقول هذا لعائض أنا بقول الأسانيد، هذا في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وزاده في المستدرك، ولا أنا كنت بحدثكم في هذا، أنا ما بقول لكم هذا، ولكن هذا يعني لتعرفوا اليوتيوب والفيسبوك والتويتر، فهو في مسند أحمد وابن حبان والمستدرك
وفيما وراءها. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها انتقاضا الحكم وآخرها الصلاة. فقال النبي: لا تقاتلوهم ما أقاموا الصلاة. طيب الحكم ما هي آخر شيء؟ الصلاة. فواضح أن الحكم أول ما ينتقض شيك أخوان وآخر ما ينتقض الصلاة. فقال النبي: ما بقيت عروة الصلاة العهد الذي بيننا وبين الكافرين وليس الحكم، فلا تقاتل. واضح كلام النبي أن هنا أخوان عليه الصلاة والسلام.